الشكر الخالص في غرفة الصناعة التقليدية المدير الإقليمي للصناعة التقليدية كما ذكرت الجمعية ياسر نزار المجلس البلدي عمل التقليد في فيوسا وشركة ميزا بروج. نستقبل الآن الإطلالة الثالثة التي تسلمت الأزياء المعروفة جهان عادل من مدينة مراكش وآخر فرحات وتقليات القسطان المغربي كما ذكرت هنا بغضاء المسبح الغربي لمدينة ديزني ستستقبل أول إطلالة لمسلمة الأزياء جهان عادل من خلال عرضة الأزياء صباحا وتحية لكل مكان قريبة تعريف سجود نجاح تعريف الدورة الثالثة لمهرجان كيلو زهر للفتة. الباقة الخاصة بمحمد الأزياء المعروفة جهان عادل من مدينة مراكش من عاصمة النخيل إلى مدينة تبوك
بقدركم كما ذكرت أول إسلامة لمساندة الأجزاء المعروفة جهان عادل من مدينة مراكش.